مرحبا جميعا، يعطيكم العافية. طيب، في حال أي حدا عنده أي سؤال بإمكانكم تبعتونا الأسئلة على الشات، تمام؟ وبنهاية إن شاء الله بنهاية الورشة رح نفتح المايكات. إن شاء الله. طيب، اليوم زي ما أخبركم مهندس محمد ربيع، ورشتنا بعنوان Optical Fiber Fundamentals، تمام؟ رح نحكي عن أساسيات الفايبر بشكل عام. طيب، بس قبل ما أبلش أو قبل ما أبدأ الورشة، حابة أعرف، كونه يعني هاي الورشة لطلاب جامعة بلقاء التطبيقية، حابة أعرف في البداية كم عندنا شخص أو كم عندنا طالب أخذ الفايبر، الأوبتيكال فايبر في الجامعة، أو مثلا يلي ما أخذين الأوبتيكال فايبر في الجامعة يرفع إيده أو يحط لي واحد بالشات. حلو، في ناس كتير ما أخذ الفايبر. أوكي، اليوم رح نحكي عن الفايبر. طيب، أول إشي خلينا نبدأ في البداية، خلينا نحكي عن الفروقات بين الفايبر كيبل والكيبلز الثانية، تمام؟ زي الدي اس ال والإيثرنت كيبل، تمام؟ طيب، في البداية المادة المصنوعة بالإيثرنت كيبل والدي اس ال، تمام، اللي هي ايش؟ اللي هي النحاس، تمام. الايثرنت كيبل سرعته متوسطه توصل لغايه الجيجا بت بالسكند. المسافه اللي بيقطعها محدوده، ممكن يتاثر بايش؟ بالتداخل الكهرومغناطيسي. وطبعا اكيد بما انه هو بتاثر بالتداخل الكهرومغناطيسي، فهو اكيد اقل امان برضه من ناحيه يعني الهاكرز، تمام. طيب، الدي اس ال هو عباره عن كيبل نحاسي برضه، بيعتمد على تقنية، عفوا، سرعته بتوصل لغاية الميجا بت بير سكند، وبرضه مسافته محدودة، وبتأثر بالتداخل الكهرومغناطيسي، وهو برضه غير آمن. طيب، الفايبر هو فعليا بيستخدم ألياف بصرية زي ما بنعرف جميعا، تمام، بينقل الإشارة، عشان ينقل الإشارة، وسرعته بتوصل للتيرا بت بير سكند، تمام. إذا هو سرعته جدا عالية، وأكيد المسافات اللي إحنا بنقدر بنستخدم فيها الفايبر كمان جدا طويلة، بدون والمسافات هاي إحنا بنقدر ننقل فيها البيانات. يعني أنا بقدر أنقل اليوم بيانات لمسافات جدا كبيرة، وشو كمان؟ بدون ما يصير في عليها أي فقدان للإشارة، وبتكون أكثر أمان، وصعب جدا إنه يتم اختراقها. طيب، خلينا نتعرف أكثر عن الفايبر كيبل، ورح نبلش بيه الأجيال تبعته، تمام؟ طيب، الجيل الأول من الفايبر كيبل، أول ما صنعوا الفايبر كيبل، كان طول الكيبل عنا 10 كيلومتر، والسرعة تبعته 45 ميجا بت بير سكند. طوروا عليه شوي لبين ما وصلنا للجيل الثاني، صار طول الكيبل عندي 50 كيلومتر، وبمشي لي بسرعة لغاية 10 ميجا بت بير سكند. بالجيل الثالث صار عندي طول الكابل 100 كيلومتر، والسرعة تبعته 10 جيجا بت بير سكند. الجيل الرابع صار في عندي طفرة، طبعا بس لحظة، الجيل الثالث استخدموا عوازل، تمام، عشان يقللوا من اللوس ويزيدوا من السرعة. طبعا مش أي إشارة بتقطع عندي المسافة هاي، أو يعني بهاي المسافة، لازم يكون، لأنه بيعتمد كثير على الباور تبعت الإشارة، تمام. يعني على أساس الباور تبعت السيجنال، هو فعليا بقطع مسافات معينة. طيب، بالجيل الرابع أنا صار في عندي طفرة. شو صار في عندي؟ صار في عندي الفايبر بيروح لمسافة 10 كيلومتر، وبيروح بسرعة 10 تيرا بت بير سكند. صرنا نحكي هون بالتيرا، تمام. طيب، بالجيل الخامس، تمام، صرنا نستخدم 20,000 كيلومتر، زادت أكثر المسافة وزادت السرعة، صرنا نستخدم 100 تيرابت بير سكند. طيب، إحنا لما نحكي عن مسافة زي هيك 20,000 كيلو، إذا أنا هون شو صار؟ شو أتاح لي الفايبر فعليا؟ خلاني أقدر أروح لمسافات كبيرة جدا، خلاني أقدر إيش؟ أوصل بين دولة ودولة عبر المحيطات. أنا صرت أستخدم الفايبر إني أوصل بين قارة وقارة عبر إيش؟ عبر المحيطات. فهون كانت الطفرة في الموضوع، إنه صرت أقدر أروح لمسافات جدا ضخمة، وأستخدمه إنه يوصل لي بين دول وبين قارات،
تمام؟ يعني هسا احنا لما نيجي نفتح النت نقدر نفتح على شغلات مثلا، او مثلا بيانات خاصة بدولة مختلفة تماما، لانه فعليا في فايبر كيبل ممتد من دولة للدولة هاي، تمام؟ طيب اذا الفايبر كيبل احنا حكينا هسا عن الجنريشن، طب شو من شو بتكون الفايبر كيبل؟ تعال نشوف نتعرف على اجزائه. الفايبر كيبل بتتكون من ثلاث شغلات رئيسية، تمام؟ اللي هي الكور، الكلادينج، والكوتينج او الكفر. طيب الكوتينج او الكفر هو فعليا موجود للحماية، لحتى يحمي الفايبر كيبل، تمام؟ الكور هو الجزء يلي بيمشي فيه الضوء، وبيكون كثافة المادة، يعني هو عبارة يعني كثافة المادة تبعته بتكون أعلى من الكلاد. كمان شوي اللي قدام رح نعرف ليش طبعا بتكون أعلى. أهم شغلتين عندي بأجزاء الفايبر أو اللي أنا بقدر بركز عليهم كثير اللي هي الكلاد والكور. طب ليش بركز عليهم كثير؟ لأنه أول شيء خلينا نتفق إنه الكلاد والكور بتم صنع المادة تبعتهم من مواد مختلفة، تمام؟ ومادة الكور لازم تكون كثافتها أعلى من الكلاد، تمام؟ طيب إذا حكينا الكور هدفه إنه يمرر الضوء، الكلاد شو هدفه؟ هدفه يعمل لي توتال ريفليكشن للضوء أو للإشارة اللي رح أمررها يعني خلال الكابل، تمام؟ طيب الإشارة هاي اللي بتمر، طب أنا ليش بحكي عنها ضوء بالأساس؟ لحظة أنا ليش مش سوري أعمل زيك زيك تمام. تصدق شيء متأكد إنه الصوت واضح عند الجميع؟ واضح الصوت مظبوط يا جماعة؟ واضح صوتي؟ خلاص تمام تمام تفضل يا مهندس. أوكي اللهم أستاذ محمد قطعت حبل الأفكار يا مهندس محمد. تمام زي ما حكينا من شوي إنه إحنا إيش بمرر؟ أنا قبل شوي حكيت لكم بمر الضوء، اسمها ألياف إيش؟ اسمها ألياف بصرية أو ضوئية، صح ولا لا؟ إذا شو رح يمر من خلالها؟ ضوء ولا رح تكون عبارة عن ضوء؟ طب ليش إحنا بنحكي ضوء؟ هلا إحنا كنا نحكي بالويرلس عن ترددات فريكوانسي، بالفايبر بطلنا نحكي عن ترددات، احنا بنحكي قاعدين عن ترددات جدا عاليه، تمام؟ فبنحكي عنها ايش؟ ممكن نحكي عنها ويف لينكس. طب خلينا نشوف والله التعليقات، كم تردد الفايبر اللي نستخدمه بالفايبر؟ في صلاح تدي 26 تيرا بقرا انا مهندس. شايفتم تمام. طيب الآن بيحكي لي هشام، بيحكي لي 1550 مظبوط، أو هاشمي أتوقع اسمه، تمام، من 1300 قريبا ل 1550 مظبوط كلامك، نانومتر، تمام. يعني احنا بنحكي عن شو؟ احنا قاعدين نحكي عن ترددات هائلة، فاحنا فعليا ما بنعبر عنها تمام، فاحنا ما بنعبر عنها بالايش؟ بالهيرتز، احنا بنحكي عنها ويف لينكث هون، تمام. فهون عندنا الويف لينكث، او خلينا قدام راح افرجيكم كيف الويف لينكث بنعبر عنه بالاوبتيكال فايبر. كل ضوء له ويف لينكث معين، يعني عندنا الضوء الازرق له ويف لينكث بقيمه معينه، لو بدي اغيره للاحمر بيكون في عندي ويف لينكث بقيمه معينه اخرى، تمام. إذا اتفقنا على هاي الجزئية، طب هسه لقدام إن شاء الله رح نشرح أكثر عن هذا الموضوع، ولكن خلينا ننتقل لإشي ثاني عن اللي هو توصيلات البون. طيب البون أو الباسف أوبتيكال نتورك، زي ما أنتوا شايفين هون بالصورة. طب احنا قبل شوي حكينا عن اجزاء الكابل، وحكينا يعني حكينا عن التردد والى اخره، كيف بنتقل؟ طيب كيف احنا بنوصل؟ كيف بتتم عمليه التوصيل؟ عن طريق البون، تمام. طب شو هو البون؟ اول شيء اول جزء بالبون
في عندي اللي هو الـ OLT. إيش هو الـ OLT؟ هو اللي هو اسمه يعني، أو خلنا نحكي هو اختصار لـ Optical Line Terminal، بيكون مسؤول عن إدارة وتوجيه حركة مرور البيانات، تمام؟ فهو بيجي بمسك لي هاي البيانات بيخليها تمشي زي ما أنا بدي، تمام؟ بس السلايد الثاني مش مبين لنا. طيب حكينا أول البون، تمام؟ أو اللي هو الباسيف أوبتيكال نتورك. شو عبارة البون؟ عبارة عن شو؟ خلنا نحكي اللي هو عبارة عن الشبكة، تمام؟ شبكة توصيل الفايبر. طيب أول جزء في البون اللي هو الـ OLT أو الـ Optical Line Terminal، يلي مسؤول عن إدارة توجيه حركة مرور إيش؟ الداتا، تمام؟ طيب الـ OLT بتوصل الداتا وبوجه لي إياها حسب ما أنا بدي. طيب فبيكون مشبوك بكيبل فايبر، الكيبل فايبر هذا بصير عليه Dispersion، تمام؟ أو Split خلنا نحكي أكثر من مرة لحتى يوصل مثلاً خلينا نحكي لألف يوزر، تمام؟ فأنا مثلاً بيكون عندي طبعاً هو بوصل لي داتا كبيرة جداً، والكابينة اللي بستخدمها بتكون كمان حجمها كبير، يعني بتستقبل يعني بتكون حجمها برضو كبير، تمام؟ طيب بعدين بيوصل لعندي لوين؟ للـ ONT. الـ ONT اللي هو الـ Optical Network Terminal، وظيفته إنه يحول لي هاي الإشارات البصرية لإشارات قابلة، لأنها يعني توصل لي توصل لأجهزة إيش؟ لأجهزة اليوزر. معتذر على الموضوع مرة تانية، بس بدون تكبر الستاد شوي بس عشان الكل يشوف اللي مش مبين كثير. أوكي تمام حاضر. بعد إذنك مهندسي. لا أبدا. تمام. طيب إذا حكينا من الـ OLT بنوجه الإشارة بصير في عليها split أو dispersion. شو يعني؟ يعني أنا فعليا بوزع الإشارة، بخليها تتوزع وتتقسم، تمام؟ حتى توصل لي للـ ONT، تمام. هلأ البون يعتبر باسف. ليش باسف؟ باسف لأنه لا يتم تغذيته بإيش؟ بالباور، يعني هو بيعمل بدون باور، تمام؟ طيب شو في عنا كمان أشياء تحت البون؟ في عنا اللي هو إيش كثير بنسمع عنه، اللي هو الـ FTTX، يعني هو انشهر الفترة الماضية كان كثير مشهور، وأغلبكم ممكن يفكروا هو كل الـ Optical Transmission، ولكنه فعلياً هو جزء من الـ Optical Transmission. طيب شو الـ FTTX؟ الـ FTTX هو فعلياً عبارة عن اختصار لـ Fiber to the X، تمام؟ طيب هلأ هاي العملية أو هاي التوصيل كلياتها فيها بيكون مرحلتين، بتكون أو بيكون في عنا أجزاء بيتم تركيبها على مرحلتين. عنا الأجزاء اللي بيتم تركيبها داخل البيت أو مثلاً أو خلينا نحكي يعني جنب البيت أو في العمارة أو في أو داخل الكابينة، تمام؟ زي الـ OLT مثلاً، الـ OTN، الأوديو، هاي الشغلات كلياتها إحنا بنركبها عفواً فوق الأرض، تمام؟ بنسميها الـ Inside Plant أو الـ ISP، تمام؟ في عنا الأجزاء اللي بتم تركيبها وين؟ تحت الأرض، زي الكابل مثلاً، بنسميها إيش؟ Outside Plant. ما بعرف إذا بتشوفوا الكابلات اللي بتم تركيبها تحت الأرض، بنحفر تحت الأرض ومنركب هاي الكابلات. طيب طبعاً تركيب الـ Inside والـ Outside مختلف جدا عن بعض، والقطع والأجهزة حتى يعني مختلفة جدا عن بعض، وكل إشي أنا بدي أستخدمه يعني حتى مثلا عملية الحام للكابل اللي تحت الأرض مختلفة جدا عن عملية الحام اللي فوق الأرض. ليش؟ لأنه هون القطر تبع الكابل مختلف، رح يكون ضخم مثلا، تمام؟ فأنا بدي أضطر أني أجيب جهاز معين عشان يقدر، مختلف الجهاز رح أستخدمه هون مختلف عن تحت، تمام؟ فحتى الفنيين او التيمات اللي انا بستخدمها تشتغل لي تحت الارض مختلفه عن التيمات اللي انا راح استخدمها تشتغل لي فوق الارض. طيب حكينا قبل شوي عن FTTX، حكينا انه جزء من ايش؟ انا كل شوي بنسى اعمل هاي الحركه. طيب واضحه الصفحه مزبوط مهندس ربيع؟ مهندس محمد؟ واضحه 100%. انا انتقلت لصفحه ثانيه، واضحه؟ شايفها معك انا. ممتاز. تمام حكينا قبل شوي عن ايش؟ حكينا عن FTTX. طيب FTTX اللي هو فايبر تو ذا ايش؟ تو ذا اكس، تمام. اذا شو
بما انه انا بحكي to the x، اذا شوفي عنا في عنا اكثر نوع لل FTTX، في عنا ال FTTH، في عندي ال FTTB وال FTTC وال FTTN. طيب شو هذول الاربع انواع؟ ال FTTH اللي هي fiber to the home، ال FTTB fiber to the building، وال FTTC اللي هي fiber to the center او cabinet، تمام، وال FTTN اللي هي fiber to the network. ممكن تلاقوا يعني بكل يعني ممكن يختلفوا المسميات حسب أنا لوين بوصل. طيب تعالوا نتعرف على واحدة واحدة فيهم. طيب أول شيء الـ FTTH. الـ FTTH الـ FTTH عندنا كابل فايبر بنمده من السنترال يونت أو اللي خلنا نحكي مثلا الكابينت أو عفوا من السنترال يونت، تمام، بمد كابل فايبر لوين؟ للهوم، تمام. طيب الكابل فايبر بنمد من أسفل الأرض وبوصله لنقطة الفايبر أكسس تيرمينال، ومن هناك بيطلع بعدة أسلاك لكل طابق لكل طابق، وبكون الفايبر عندي واصل من للبيت. يعني أنا كل المسافة من السنترال يونت للهوم لبين ما يوصل البيت كلياتها عبارة عن شو؟ عن فايبر كابل، تمام. يعني هي بتوصل للكابينت مثلاً، بتفرع كل إشي، كل يعني كل التوصيل بيكون عبارة عن إيش؟ عن فايبر. طب تعال نشوف الـ FTTB. الـ FTTB أنتوا ركزوا لي على هاي الجزئية، تمام، ركزوا لي على هاي الجزئية. أشوف لو في هون قلم. طيب ما في أتوقع، وخلاص بلاش نجرب. تمام. طيب الـ FTTB اللي هو fiber to the building، احنا فعليا بنمد كابل فايبر للبناية، تمام، بيكون عندنا زي نقطة توزيع او صندوق خلينا نحكي في داخل المبنى، تمام. فانا بمد كابل فايبر من الـ OLT بيدخل على split، تمام، شايفين كيف التفريعات تطلع منه، كل تفريعة بتروح حسب يعني حسب انا وين دمدها. طيب ف مثلا هون انا مديتها للمبنى، تمام، طلعوا هون دخلت على كابينت، تمام، ومن الكابينت طلع منها تفريعات ثانيه لكل بيت او لكل طابق خلينا نحكي، تمام. طيب شو الاختلاف هون؟ اختلاف انه هون التفريعات هاي بعد يعني بعد الصندوق خلينا نحكي او بعد نقطه التوزيع عندي هاي تطلع عندي كابلات كوأكسيال مش كابل فايبر، تمام. الهوم لا، كلياته رح يكون شو؟ كلياته فايبر. طلعوا هذا الهوم، تمام، كلياته فايبر، هذا كلياته بالازرق هيك كلياته فايبر كابل، تمام، عفوا مش هون، اللي هو هون للبيوت، تمام، هذا كلياته ايش؟ كابل فايبر. بينما هون ايش رح نمد؟ رح نمد كوأكسيال كابل، كابل اللي هو نحاسي، تمام. طيب الـ FTTC ايش رح يصير؟ الـ FTTC حكالي اللي هو fiber to the cabinet أو to the center، حكالي هون إحنا رح يصير في عنا كابل نحاسي أكبر بشوي. كيف يعني أكبر بشوي؟ خلينا نرجع للصورة اللي هناك اللي هاي. هون بالـ FTTC وصل لي لعند هون لعند هاي النقطة، تمام، وباقي التوصيل كان كلياته إيش؟ coaxial كابل. يعني لحد هاي النقطة أنا في عندي إيش؟ fiber. بعدين شو صار في عندي؟ coaxial. بالـ FTTN نفس العملية، ولكن شو صار عندي؟ كبرت الكوأكسيال كابل، كبر أكثر من الـ FTTC، فصارت هون شو مسافته؟ صارت عندي مسافته اللي هي يعني أكبر من الفايبر كابل، تمام؟ فهذا هو الاختلاف بيناتهم. طيب حكينا كيف والـ FTTN حكينا هينا توصل للنود وبتم توزيعها، طبعا كلياته كوأكسيال بيكون. طيب حكينا هسا كيف احنا بنوزع الداتا وكيف بتم توزيعها يعني. طيب انا فعليا وقبل شوي حكينا عن الكابل، تعالوا خلينا نرجع شوي على الكابل. حكينا قبل شوي انه في عندي مواد مصنعة للكابل، تمام. طب وحكينا كيف هسا احنا يعني انا كيف بتم توصيل الشبكة، كيف بنقولها وكيف تتوصل هيك. خلينا نحكي احنا انا بحكي كلياته هذا الشرح ان هاي ليفل، تمام. طيب خلينا نحكي بشكل معمق عن موضوع الضوء اكثر. طيب حكي
كيف بدي أنا أعرف شو هو كيف يعني أنا خلينا نفهم موضوع الضوء هذا أكثر. طيب كيف بيتم إطلاق الإشارة أو الضوء؟ أول إشي خلينا نحكي عن الليد، تمام؟ الليد اللي هو هاي الرسمة اللي عندكم، هاي هي الليد. الليد شو هدفه؟ أول شيء الليد هو زي أي إشي مشع، زي الشاشة، تمام؟ مثلاً زي الشاشة، هدفها إيش؟ هدفه إنه ينقل إشارة، تمام؟ بس أنا شو بشوفها؟ بشوفها كضوء. إحنا حكينا قبل شوي أصلاً الويف لينك يترجم كضوء، تمام؟ طيب فزي ما أنتوا شايفين هون، أنا عندي مادتين إلهم خصائص معينة، كل عندي المادة هاي موجبة، المادة هاي سالبة، تمام؟ مربوطين بدارة، تمام؟ بربطهم سوا وبرسل إشارات للمادة السالبة، تمام؟ لحتى عفواً المادة السالبة، تمام؟ لحتى يصير في عليها عملية تحرير عن المادة السالبة، تمام؟ وبتعمل لي زي عملية عزل بين الطرفين لحتى ما تنتقل الإشارات الموجبة، تمام؟ للجهة الموجبة، عشان ما تنتقل الإشارات الموجبة للجهة الموجبة والسالبة للجهة السالبة، تمام؟ طيب عملية الانتقال الأولى اللي أنا مش حكينا قبل شوي، إحنا نقلنا أول إشي إشارات سالبة للجهة الموجبة، تمام؟ نقلنا إشارات موجبة للجهة السالبة. طيب عملية نقل الشحنة بتولد إشارة، هاي الإشارة ناتجة عن إيش؟ عن فقد الطاقة، وهالإشارة تترجم كضوء أو إحنا بنشوفها كضوء، ولكن هي بتكون إيش؟ بتكون ضعيفة جدا. هلأ بتعرفوا الليد أو الشاشة، خلينا نحكي مثلا الشاشة أو الليد بشكل عام، بتكون دائما هيك، يعني خلينا نحكي بتكون الضوء تبعه يعني مش مركز بمكان معين، تمام؟ هو فعليا هيك مشتت، خلينا نحكي. طيب تمام، فبتكون ضعيفة. طيب فهلا زي ما حكينا من شوي هي ضعيفة، فما بتروح لمسافات بعيدة، تمام؟ فلهيك أنا بستخدمها وين؟ بستخدمها بالشاشات، ممكن أستخدمها أحيانا بالأوبتيكال ترانسميشن، ولكن متى؟ لمسافات قريبة، تمام؟ طيب ممكن ندخلها الأمبليفاير عشان إنه أقدر أستخدمها كمان عشان تقوي لي إياها، ولكن هي فعليا بتكون بشكل عشوائي ومش منظمة، ما فيها فوكس أبدا، يعني بتكون ضعيفة، فرح يتفرع منها الضوء والإشارات بشكل عشوائي، وما بقدر أنا أرسل الضوء أو أن أفوكس على منطقة معينة وأعمل زاوية وإلى آخره، تمام؟ طيب وبالتالي أنا ما رح تفيدني بشكل كبير، لأني ما رح أقدر أعمل زاوية، وأنا بهمني بالكابل أني أقدر أعمل زاوية. طيب فلو أنا مثلا أطلقت ليد، لو أطلقت يعني زي هيك إشارة عشوائية، شو رح يصير؟ رح تطلع لي، رح يصير في عندي أول شيء تشتت، ورح يصير في عندي لوسز، ويعني رح، لأنه كل هاي الإشارات لما تصطدم رح تكون لي إيش؟ رح تكون لي إشارات ثانية، يعني أي إشارة بتصطدم بأي مكان رح يكون عنها إيش؟ إشارات ثانية، تمام؟ طيب بينما الليزر زي ما أنتوا شايفين هنا عبارة عن تقريبا زي الليد، ولكن هو فعليا عبارة عن قطبين موجب وسالب، في بالنص عندي إيش؟ في بالنص عندي مادة، هاي المادة إحنا بنستخدمها لحتى تحفز الإشارات، تمام؟ في عندي ميرور، في عندي هنا إيش؟ سيمي ميرور، تمام؟ طيب أو خلينا نحكي عنها شبه المراية هاي، تمام؟ طيب شو بنعمل إحنا؟ نيجي بنحفز الإلكترونات، هاي في عندي أنا هون إلكترونات، باجي بحفزهم عن طريق هاي المادة، بتم تحفيز الإلكترونات، فشو بتصير الإلكترونات؟ بتصير تتحرك، أو الإشارات اللي بالوسط بتصير تتحرك، فبتفقد طاقة لما تتحرك. فقد الطاقة إحنا قبل شوي شو حكينا عنه؟ بينتج عنه إشارات، تمام؟ نتج عن هاي فقدان الطاقة إشارات، فشو بصير عندي؟ بتصير تنتقل من محور لمحور، تمام؟ بتبلش تصطدم وتولد أكثر إشارات، وبنبلش إيش؟ تنتقل من محور لمحور، بتيجي على الميرور، تبعثها على السيمي ميرور، ما بتقدر تخترق الميرور لأنها لساتها مش قوية، ترجع لمين؟ للميرور، بتظلها تصطدم،
فهون عندي رح تحاول تطلع هي فعليا من ايش هاي الاشارات، ليش بتضلها تصطدم، ليش احنا انا بضل احفز فيها، ليش عشان تطلع اشارات اكثر، لانها يعني كل ما اصطدمت اكثر كل ما طلعت اشارات اكثر، كل ما صارت اقوى. تمام، طيب انا ليش بخليها هيك، ليش بضل احفز فيها وخليها تصطدم؟ عشان تصير اقوى. عشان شو تعمل؟ عشان تخترق السيمي ميرور. تمام، ويصير لها، فانا بضل اعمل لها ريفلاكشن، تمام، واعمل لها تحفيز عشان تصير قويه. طيب فانا صارت عندي هون الاشاره قويه، تخترق السيمي ميرور، تمام، تطلع بشكل قوي. خلص هي اخترقت السيمي ميرور، راح تطلع بشكل قوي، راح تولد عنه ضوء جدا قوي. تمام، لهيك الليزر، إذا بتذكرين هاي لعبة الليزر اللي كنا نحط عليها هيك أشكال ونصير نلعب على الحيط ومش عارف شو، بيكون قوي فعليا. تمام، بيكون قوي جدا، وما بصير فيه إله شو، ما بيكون فيه إله تشتت زي الشاشات ما بيكون فيه تشتت. تمام، طيب فإذا شو اللي خلاها، شو الإشي اللي خلنا نحكي اللي ساعدني إنه تكون الضوء قوي في الليزر أكثر من الليد؟ حكينا اللي هي عملية فقدان الطاقة اللي بتصير والتحفيز، تمام، وإيش كمان؟ عمليات الريفلاكشن الكثير اللي صارت على الإشارة. كأنه في حدا رفع إيده. طيب خلينا نكمل. طيب إحنا قبل شوي حكينا، طب أنا خلينا من هذا السؤال، لو أنا بدي أغير من الضوء، بدي مثلا أنا طلعت ضوء أحمر بدي أغيره للون أزرق، تمام، شو بعمل؟ بغير بالمواد المصنعة، وين؟ هون، تمام، لحتى بغير بالمواد الداخلية والمواد المصنعة هون، تمام، عشان أولد ويف لينكث مثلا عالي مثلا لو، تمام، أو عشان أنتج كمان طاقة مختلفة، يعني أنتج ويف لينكث مختلف، بالتالي أنتج لون مختلف. تمام، طيب إذن أنا شو هستخدم بالكيبل فايبر عشان أقدر أنقل الضوء داخل الكيبل؟ رح استخدم اللي هو الليزر على سبيل المثال. تمام، فأفترضوا عندي أنا هون ضوء، عندي ليزر، تمام، بدخله على الكيبل، تمام، شايفين كيف أنا هيك بسلط الضوء، بختار الزاوية اللي أنا بدي إياها. طيب هسا الإشي اللي بدي إياكم تعرفوه إنه الكور، قبل شوي حكينا عن الكور وحكينا عن الكلاد، صح ولا لا؟ وحكينا إنه الكور لازم يكون الكثافة تبعته أعلى من الكلاد، عشان إيش؟ عشان عمليات الريفليكشن والريفلاكشن ومش عارف شو. طيب هسه فعليا لو كان الكلاد كثافته أعلى من الكور، فمعناها شو راح يصير في عندي؟ راح يصير في عندي اللي هو مثلا لو أنا دخلت، تمام، هاي دخلت هيك مثلا، هاي الإشارة دخلت اللي هو الخط الأسود، تمام، دخلت الكور كان كثافته قليلة والكلاد كانت كثافته أعلى، تمام، فهو فعليا رح يخترق الكلاد، رح يدخل على الكلاد، تمام، لأن الكور كثافته قلب كثير، تمام، فمعناها ما رح يعكس لي، ما رح يصير في عندي انحكاس من الكور للكلاد، تمام، يعني ما رح أقدر أعمل اللي هي هاي، شايفين الإشارة الحمراء مثلا كيف أنا عاملة هيك، أسقطتها بزاوية معينة وانعكست داخل الكور وكملت. أنا بدي هاي الحالة، أنا بدي الضوء يظل داخل الكور، تمام، فما بدي إياه يطلع، ما بدي إياه يتشتت، فأنا إذا دخل على الكلاد خلص راحت الإشارة، يعني أنا خسرت الإشارة، بكون ضيعتها، تمام، عشان هيك لازم كثافة الكور تكون أعلى من الكلاد عشان تضل جوا الكور، تمام؟ طيب الكور له أكثر من نوع، والكور لو في ممكن في كور بيكون مساحته جدا قليلة، تمام؟ وفي بيكون عندي مساحة شو جدا يعني عالية يعني كبيرة، تمام؟ طيب الكور اللي مساحته أو لا بلاش هاي هسه. طيب تمام، ثواني بس، طيب
حكينا انه الاشاره بس تدخل على الفايبر لازم يصير لها ايش؟ بصير لها ريفراكشن او ريفليكشن، تمام؟ يعني بصير لها انكسار معين وانحراف بزاويه معينه، لو ارسلناها بزاويه اخرى ممكن ايش يصير في، ممكن نخسر ايش؟ ممكن نخسر السيجنال، تمام؟ فلهيك انا لازم ارسلها بطريقه معينه، لازم اكون حاسبه شو بدي ارسل وكيف بدي ارسل. فالاشاره راح تدخل راح تخبط ب او راح راح تصطدم بماده الكلاد، تمام؟ وايش راح تنكسر داخل الفايبر. طيب اذا انا لو بدي اشوف اجرب ارسم هون، شوف ال اوكي يعني بش بقرا باسئلتكم. نعم هندسي داخل شغلي، بس لو تستخدم كلمة انعكاس لأنه انكسار عم يفهم انه انكسر الكيبل كسر يعني. لا 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 مو انكسر الكيبل، انعكاس ايش؟ ما هو انعكاس وانكسار مختلفات عن بعض، فانكسار الإشارة أنا بحكي انكسار أو انعكاس للإشارة مختلفات. طيب بس نفرق بيناتهم. انكسار انكسار يعني راح تنكسر داخل ال، راح يصير في انكسار لداخل ال يعني لجوا، يعني شايفين هاي طلع الإشارة اللي هو خلينا نحكي الخط الأسود، صار في انكسار هون، تمام؟ دخلت جوا الكلاد. الانعكاس يعني بتصطدم بالكلاد بسطح الكلاد وشو مالها ترجع للكور، تمام؟ هذا المقصود بالانكسار والانعكاس، تمام وضحت. طيب فأنا فعليا هدفي هنا شو أحقق؟ أحقق توتال ريفليكشن، تمام؟ وبرضه هدفي إنه خلينا نحكي إني أرسل الإشارة يصير في عندي إيش اللي هو بزاوية معينة، اللي هو إيش اللي هي خلينا نحكي زاوية السقوط، النيوميريكال أبرتشر، تمام؟ يعني إنها زاوية السقوط اللي لازم أسقطها من، خلينا نحكي بال يعني الضوء لما أسقطه على بداخل الكيبل فايبر لازم في له زاوية معينة لازم أسقطها، اللي هي زاوية السقوط تسمى، تمام؟ لحتى ما تضيع الإشارة. طيب تمام، فإذا فعليا عندنا شو اسمه الكيبل فايبر، تمام؟ في له أكثر من نوع، ومن بيناتهم اللي هو السنجل مود خلينا نحكي فايبر والمالتي مود فايبر، تمام؟ طب شو السنجل مود شو المالتي مود وشو الاختلاف بيناتهم؟ أول شيء زي ما انتم شايفين هنا خلينا نحكي اللي هي ثواني بس. طيب السنجل مود هنا زي ما هي واضحة عندنا الكور تبعها شو ماله، هسه ممكن الكيبل يكون نفس يعني شايفين نفس العرض تبعه، ولكن الكلاد هون مثلا أعرض من هون، أعرض مثلا، تمام؟ أعرض من هون، الكور هون اللي بيختلف، هون الإشي الوحيد اللي بيختلف إيش؟ الكور، ولكن هو هون بيحكي لك مثلا العرض تبعه إيش ماله؟ نفس العرض ولكن الكور مختلف بعرضه، تمام؟ طيب فالسنجل مود، سنجل مود يعني شو يعني سنجل مود؟ يعني أنا عندي الكور تبعي صغير كثير، تمام؟ بقدر انقل فيه او اعمل زاويه اسقاط لمر يعني اشاره واحده بس، ما بقدر اسقط فيه اكثر من اشاره، تمام؟ المالتي مود لا، المالتي مود يعني انا بقدر اعمل فيه اكثر من اشاره، بقدر اعمل اكثر من زاويه اسقاط. طيب المالتي مود هنا معطيني 62.5، يعني هاي هنا عندي الكور أكبر من هاي الكور، يعني أنا بقدر هون أعمل زوايا سقوط أكثر من هون، تمام؟ هون بقدر أنقل إشارة واحدة بس، هون أكثر، هون أكثر، وهكذا، تمام؟ فإذا عندي خلينا نحكي زاوية السقوط أو عدد زوايا السقوط راح تحدد لي إذا الفايبر كيبل شو كان، إذا كان سينجل مود أو إيش أو مالتي مود، لأنه كل ما كبر الـ زوايا السقوط كل ما كبر عددها بتزيد عندي إيش، بصير في عندي يا يعني بتكون مالتي، رح تكون في عندي أكثر من مود، وبالتالي إيش رح تكون؟ رح تكون مالتي مود، تمام؟ وكل ما صغرت رح تكون إيش؟ رح تكون أكيد سينجل مود. طيب
ولكن هاي الزوايا زي ما حكينا لازم تحقق لي ايش التوتال ريفليكشن، يعني هذا اللي بالاسود الخط او الشعاع اللي بالاسود هو فعليا غير مقبول، تمام، ولازم تحقق لي ايش التوتال ريفليكشن لحتى يمر الضوء ويوصل. طيب طيب عشان شو بتعتمد زوايا السقوط؟ تعتمد على زوايا سقوط الليزر للفايبر، عشان شو بتعتمد؟ مين يحكي لي؟ اكتبوا لي بالشات عشان شو بتعتمد؟ يلا خل بدي احس انه هيك نتفاعل مع بعض، قبل شوي حكيتهم. اللي رافع ايده يقدر يفتح المايك او انه يكتب في الشات، يعني اختلاف الكثافة مظبوط. وايش كمان بتعتمد على شو غير اختلاف الكثافة؟ قوة الإشارة، تباين الكثافة وطول تمام. إيش كمان؟ في شو ما حكيتوه غير الكثافة؟ اختلاف حجم الإرسال. أيوة، نصف قطر الكور، مظبوط يا فدوى. إذا نصف قطر الكور مهم جدا، تمام. طيب هلا احنا حكينا من شوي عن مظبوط يا غدير قوة الإشارة مظبوط. طيب هلا حكينا احنا الفايبر كيبل في له أنواع، حكينا سنجل مود، حكينا مسلم مود، معقول بس هم أكيد لا ما في، يعني في كمان أكثر، في كثير أنواع للكيبل، تمام، للفايبر. وتصنيف الفايبر كيبل أصنافه بيتم تعريفه وين؟ بيتم تعريفه بطريقة معينة، تمام، لأنه بيستخدم مواد معينة، يعني هو فعلياً في مواد معينة لازم أتم يعني أستخدمها في الكيبل فايبر، أنا كفندور تمام بستخدمها في الكيبل فايبر. ففي عندي مثلا نوع الستيب اندكس، في عندي جريدد اندكس، تمام، في عندي اللي هو مالتي مود سنجل مود زي ما حكينا. فهاي التصنيفات كلياتها وين بتم تصنيفها؟ وين بتنحط؟ مين ممكن يحكي لنا؟ اكتب لنا بالتعليقات شو اسمه بالتشات. هاي التصنيفات معقول انا من راسي انا كفندو بروح بصمم الكيبل اللي بدي اياه ويلا وبنزل بالسوق؟ مهندس انا فتحت المايكات اللي بيحب يحكي بشارك. طيب طيب هاي التصنيفات فعليا التي اي لا مو تي اي اي، هي فعليا الاي تي يو، الاي تي يو او هي هيئة الاتصالات العالمية، تمام. طيب هي فعليا اللي بتصنف لنا المواد والادوات اللي انا يعني شو المواد اللي لازم احطها في الادوات اللي بدي استخدمها زي الفايبر كيبل، انا شو لازم احط فيه مواد وشو لازم استخدم فيه، تمام. هي بتحط لي هاي اللي هي خلينا نحكي المواد، يعني في مواد معينة خاصة أنا لازم أحطها، مش بحط ما بحط على كيفي أنا كفندور، تمام؟ طيب بس بتحدد المواصفات تبع كل شيء لازم استخدمه. بالضبط. طيب فإذا أنا فعليا فهو بحدد لي، بيكون في مثلا يعني شايفين مثلا كيبل معين بنقول لي مثلا خلينا نحكي مثلا كم بنقول لي كم جيجا مثلا، تمام، رح نلاقي اللوسز فيها، الخصائص بتم تعريفها، كل هاي التفاصيل بحط لي اياها. طب هل الكيبل فيه له لوسز؟ اكيد فيه له لوسز، كل ما زادت المسافه فيه رح يكون في عندي لوسز، تمام. في شغلات كثير كمان بتاثر علي بتخلي اللوسز يزيد، تمام. طيب فمنها كمان خلينا نحكي منها ايش زي شو كمان اللي هو خلينا نحكي الغبره، شايفين الغبره؟ يعني احيانا بنزل فني بس عشان ينظف هاي الغبر الموجوده بالفايبر كيبل، لانها كمان بتعمل لي لوسز، كمان بتعمل لي ممكن تشوه لي بالاشاره. ف ال هاي التفاصيل كلياتها مهمه، انا كمثلا فيندور او كمهم بتهمني كل هاي التفاصيل بتهمني. فلهيك
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات العالمية شو بتعمل لي؟ تحط لي كل بتخليني أحقق المتطلبات اللي هم بيحددوا لي هاي المتطلبات وأنا لازم أحققها، تمام؟ لو ما حققتها ما رح يعتبروا الكيبل فايبر تبعي إيش معتمد، لأن المواد المصنعة فيها ممكن يكون فيها لص عالية، فهم خاص معطيني شو الأشياء الأساسية اللي لازم ينحط في الكيبل فايبر. طيب في مثلا عندي شو في كمان أنواع مثلا للكيبل فايبر، في عندي السيليكا، في عندي الجلاس، تمام؟ إذا في عندي أنواع مختلفة كثيرة. طيب إيش كمان؟ The time is 11 o'clock p.m. أوكي. طيب اللهم صل على محمد. نجي على السبلايسنج، الفايبر سبلايسنج. طيب هلا احنا حكينا من شويه انه احنا فعليا الفايبر كيبل بوصل لي لمسافات جدا كبيره وضخمه، تمام؟ طيب معقول انا ممكن اروح اوصل فايبر كيبل مثلا من الاردن للسعوديه بدون الحاجة أبدا لأي شيء؟ يعني أنا في كيبل واحد من الأردن للسعودية مثلا، معقول؟ أكيد لا. طب أنا شو بستخدم عشان أقدر أوصل مثلا من الأردن للسعودية؟ شو بستخدم أكيد رح أجيب شو أجيب تو كيبل فايبر أوصلهم مع بعض. كيف بدي أوصلهم مع بعض؟ عن طريق عمليات إيش؟ السبلايس، تمام؟ ففي عندي السبلايس شو هو؟ اللي هو الحام، تمام؟ أو هو طبعاً عملية توصيل تو فايبر كابل، تمام؟ بوصله الكور للكور أو الكلاد مع الكلاد، تمام؟ بتتم طبعاً بأجهزة معينة. هاي الأجهزة عشو بتعتمد؟ بتعتمد على الحرارة، تمام؟ بيكون اسمها سبلايس ماشين. طيب ففعلياً أنا بيكون في عندي حرارة جداً عالية تعمل على صهر المواد عشان إيش؟ عشان ألحمهم مع بعض. وأحيانا بتتم عن طريق شو؟ عن طريق الليزر كمان. طيب بوجه ليزر عشان يعطي حرارة جدا عالية على الكور وبتتم عملية الحام. طبعا هاي الأجهزة تكلفتها عالية بالعادة. وطبعا هل بعد ما أنا أعمل السبلايس هل رح يكون مثلا في أداء الجهاز ممتاز، أو مثلا رح يكون في عندي لوسز؟ طبعا أكيد السبلايس في له لوسز معينة وبتنحسب بعمليات الحسابية. يعني مثلا أنا خلينا نحكي وصلت من الأردن للسعودية وعملت سبلايس بأكثر من نقطة، في عندي لوسز بصير على كل نقطة لحام في عندي رح يكون في عندي لوس. كم قيمة اللوس؟ مثلا خلينا نحكي نص دي بي، تمام؟ فأنا بجمع اللوسز هدول، تمام؟ وبحط بعين الاعتبار مثلا أحط أمبليفاير بالمكان اللي أنا المناسب لحتى يقوي لي الإشارة، يعني بعد ما تمشي بفترة لمسافة معينة عشان تقوي لي الإشارة، فأنا بحط إيش؟ أمبليفاير. بناء على إيش؟ بناء على ما أنا حسبت اللوسز تبعتي، تمام؟ طيب طيب حكينا إنه السبلايس بنتج عنها أو بتولد عنها اللوسز، تمام؟ شو كمان بولد اللوس؟ طب هل السبلايس هي عملية إجبارية؟ زي ما حكينا من شوي أكيد هي عملية إجبارية. طيب خلينا نشوف هاي الصورة، سوري. طيب خلينا نشوف هاي الصورة. هون عنا بيحكي لنا طريقة الكت للكابل الفايبر لازم تكون خلينا نحكي بطريقة معينة. كيف يعني بطريقة معينة؟ يعني هون لو شايفين هون عنا الكابل الفايبر عامل له كت ولكنه متعرج بشكل بسيط، وهون عامل له كت برضه هون متعرج ولا هذا، وهون طلع هون في تكسر بالكيبل فايبر. هاي طبعا كلها ما راح تزبط معي انا لما اجي اعمل سبلايس او لما اجي اعمل عمليه الحام، ما راح تزبط معي هاي الكت بهاي الطريقه. طيب هون بفرجيني عامل كت بشكل مستقيم، ما فيه اي مشكله، تمام؟ دخله على الجهاز وايش عمل لي؟ عمل لي اللي هو السبلايس. طيب شوف هاي الصورة هون عنا، دخل لي هذا الكيبل فايبر اللي هو الأبيض، هذا باللون أبيض، وهون رجع دخل لي الكيبل الثاني بالأبيض، تمام؟ شايفين هذا الخط بالنص؟ استنى أرجع أكبر، عفوا بدي أكبركم بس الشاشة الصورة، تمام؟
مش راضي تعمله. تمام. شايفين هذا الخط هيك بالأبيض، هذا الصغير، هذا هو الكور. تمام، طلع كيف حاطينه هيك بالنص، وعم طبعا هاي الأداة اللي هي إيش، اللي هو الفاشن. تمام، عن طريق اللي هو الفاشن. تمام، عملوا لي اللي هو الحام. طيب، هاي هو جهاز الحام. طيب، هون اللي هي طريقة الميكانيكال، طلع هون كيف، هون جاب لي اللي هو تو كيبل فايبر، وخلينا نحكي اللي هو طبعا طريقة الميكانيكال هي أكثر إشي حاليا بيستخدموها، لأنها خلينا نحكي تكلفتها أقل. تمام، ف بيجيبوا الكابلين فايبر وهيك برصوهم على بعض وبعرضوهم للحرارة لحتى إيش، لحتى يندمجوا مع بعض، بينما هون عن طريقة الليزر. تمام، بيسلطوا عليهم ليزر. طيب، طبعا الفايبر كيبل زي ما حكينا سابقا انه احنا بدي اودي من قارة لقارة، ممكن صح ولا لا؟ فانا طب كيف بتتم عملية السبلايسنج مثلا تحت البحر؟ كيف بدها تصير تحت البحر؟ عملية السبلايسنج تحت البحر، اول شيء بيكون في باخرة او سفينة. تمام، بتمد الكيبل فايبر، بكون في جهاز او بكون في مع غواصة طبعا تحت المي، بتعمل عملية الضغط. تمام، او رص الفايبر كيبل على الارض، بتأكدوا انه مثبت بشكل مستقيم على الارض اللي هو ارض البحر او يعني من تحت البحر. تمام، بعد ما يتأكدوا بيعملوا عملية ايش، بتصير عملية السبلايسنج فوق المي، بعدين بنزلوا الفايبر كيبل لتحت، بصيروا يمشوا شوي، بصيروا يمشوا بالمكان لحديت ما يوصلوا للمكان اللي بدهم اياه. طبعا كل فترة وفترة بوصلوا كيبل فايبر جديد، ليش؟ لحتى يزيدوا الكباسيتي. تمام، فاذا ما قدرنا نرفع الكباسيتي للكيبل يلي عندي، باجي بحط ايش، بحط كيبل جديد. فالدول كلها زي ما حكينا مربوطة سوا، فاحنا بناخذ الداتا هاي بالطريقة بهاي الطريقة. طيب، وبنحدد يعني بنحدد مثلا الأراضي مثلا اللي فيها تربة، خلينا نحكي ممكن تنهز أو تتسطح. تمام، عشان ما ينقطع الكيبل عندي. تمام، أو ما يتأثر من الزلازل، زي ما بنعرف إنه إحنا مثلا ممكن يصير في عنا زلزال لمنطقة معينة، ومثلا هاي المنطقة معروفة بالزلازل، فدائما أنا بيكون في عندي بروتكشن، بعمل بروتكشن أو حماية للفايبر. فشو بعمل عشان ما ينقطع الفايبر بين الدولة والدولة؟ تمام، بروح بمد فايبر ثاني ممدود من نفس المنطقة لمنطقة ثانية. يعني كيف مثلا الأردن والسعودية مادين إحنا فايبر كيبل بشكل معين، بروح بمد منطقة ثانية أو بطريقة أخرى. تمام، عشان لو صار أو تم أو خلينا نحكي صار في عندي كت بالكيبل الأول، في عندي كيبل ثاني إيش، خلاص هو بينقل الداتا والأمور بتكون عندي. تمام، طيب طبعا جهاز اللحام زي ما حكينا غالي حسب النوع وحسب عملية السبلايس، فأكيد الجهاز تبع السبمارين مختلف عن الأجهزة اللي بستخدمها أنا مثلا كسب كونتراكت مثلا بأي مكان. تمام، أكيد هذا مختلف عن هذا، وأكيد راح يكون عندي إيش أغلى مثلا. تمام، طيب عملية السبلايس كيف بتصير؟ زي ما انتم شايفين هون، اول شيء بنعري الكابل. تمام، بتم تعرية الكابل. تمام، بنعزله من الطبقة الخارجية وبخلي الكلاد. تمام، بعدين بتتم عملية اللحام او السبلايس. تفضل مهندس. بس بدنا البراتيك تبع السبلايسنج تبع الكيبل منا عم نعرف، يعني عرفنا الماشين بس كيف بدنا نستخدمها؟ هلا هاي كيف بدك تستخدمها، هاي بدها كورس بحاله. يعني بدك بصراحه اللحام بدك تشتغله بعملي عشان تفهمه اكثر، خصوصا الفايبر. اهلين. طيب، هون كفكرة انه كيف نستخدمها، بس
أنا خبرتك هيبدأ فيديو، بدي يعني صعب إنه أشرح لك إياه هيك صراحة، بس يبدأ يعني بدك تيجي وتشوف الجهاز بعينك وتشوف كيف بنحطه وكيف بتركب وكيف تعزل الكابل، هاي كلها بدك شغل، وإحنا هون حاليا بنحكي عن أساسيات، عشان هيك ما بتفصل، مش قادر أفصل لكم أكثر، لأنه بدها فيديوهات مثلا لونها لونها أونلاين. طيب بالنسبة لقلتينا الكات لازم يكون إنه مستقيم، طيب في شيء ماشين تعمل هالموضوع ولا؟ طبعا أكيد في ماشين تعمل لك كات، وبعدين أنت بتحطه بالجهاز وبتبلش تلحم. طيب أوكي مرسي. نفس الماشين هي اللي بتعمل الكات، في كده جزء فيها في الأمام هي بتحط الكابل عليها وبتظبط الألموزة بتاعتك وتكت بيها. أوكي ماشي. طيب في هون فدوى بتحكينا ممكن يضعف الإشارة أو فقدانها إذا اللحام خاطئ، إذا اللحام خاطئ راحت الإشارة كلياتها أساسا، يعني ممكن تضعفها وممكن تروح كلها، ممكن أخسر أنا الإشارة كلياتها. طيب عنا أيمن، بس إحنا مين نعرف وين الانكسار؟ طيب هسه هاي بدها حسابات، تمام بدك تعرف، عشان تعرف زاوية الانكسار بدك تحسب، في قوانين وفي حسابات معينة بدك تحسبها حتى تعرف كيف بدك يعني كيف تطلق الضوء، بس بالعادة هاي مش شغلتك، يعني انت اكيد لازم تعرف هاي الاساسيات، وهاي طبعا بدها يعني بدها دراسة، ولكن حاليا مش شغلتك يعني تعرفها، بس انا هاي خلينا نحكي معلومات اساسية. طيب هلا كل سوفت وير كور استقبال كور ارسال لين كور احتياطي. صراحة مش فاهمة شو السؤال، أما في سؤال ثاني اللي هو هل في اختبار بعد اللحام؟ أكيد في اختبار بعد اللحام، خصوصا لما تكون زي مثلا بالسبمارين، أكيد لازم نختبر إذا اللحام صح، لأنه تخيل إحنا نطلع بعد يعني بعد هالشغل والتعب كلياته نطلع لفوق ونكتشف إنه كل لحامنا غلط، فلا أكيد إحنا بنحط زي جهاز قبل خلينا نحكي جهاز على الكابل الأول، جهاز على الكابل الثاني، تمام؟ بنرسل إشارة يعني على عند سلايسنج، عند سبلايسنج، تمام، عند نقطة اللحام، في حال إذا وصلت الإشارة وأمورها تمام فخلص هي فعليا اللحام أموره تمام، إذا ما وصلت الإشارة فلا معناه أن الحامي فيه غلط. طيب هل كورس الأوبتيكال فايبر يشرح هاي؟ أكيد بشرح هاي التفاصيل، هلا زي ما حكيت لكم أنا بحكي لكم نقاط أساسية، ولكن كل نقطة هي فعليا بحر حرفيا، فبده الواحد يدرس يعني بده يتعمق كثير، يعني أنا بشرح بشكل عام، الـ FTTH عالم، السبلايسنج عالم كبير، يعني أكيد ما رح تقدر تفهمه بدك كمان تشتغل بإيدك. تفضل مهندس سيف. الله يعطيك ألف عافية مهندس جمال على المعلومات القيمة، والله ما شاء الله تبارك الله، الله. أنا بس حاب أعزز الفكرة للمتابعين الكرام جميعاً انه احنا طبعا كورس الاوبتيكال فايبر الموجود عندنا بيشرح هاي المعلومات كلها بالتفاصيل، وانه كمان ان شاء الله في غضون الاسابيع القادمه راح نضيف فيديوهات عمليه لموضوع اللحام، لموضوع السبلايسنج، فحتصير على اطلاع بمعلومات نظريه بحته ومعلومات عمليه كمان ان شاء الله. حبيت بس اشارك هاي الفكره. ان شاء الله يعطيك الف عافيه يا رب مهندس. مهندس جمعنا نبدأ ناخذ أسئلة برفع الأيدي. أكيد أكيد. في عنا ماجد التميري رفع إيده. تفضل مهندس ماجد. مهندس ماجد يعطيك العافية مهندس. الله يعافيك. هم صراحة سؤالين، أول إشي بدي أدرس ماستر هندسة اتصالات، بس مش عارف أدخل في الأوبتيكال فايبر شو التخصص اللي أدخل فيه، مش عارف. رقم اثنين صراحة أنا مش فاهم موضوع الباندويث اللي في الفايبر كيف تتحمل الداتا عليه، كونه في 230 تيرا هيرتز، كيف يعني كيف تتحمل الداتا عليه كونه الهيرتز تاعها عالي كثير،
فما فيش داعي له هذا الهيرتز كله، هذا المقصد الكلام. ايوه تمام. يعني مثلا اللاين اوف سايت تاع الابراج اللي هو المايكروية 100 جيجا بنستعمل لحد 80، وفوق 80 جيجا هذا بيكون باور زيادة عشان يحافظ على الإشارة. بس في الفايبر ما مش عارف ليش هيك كثير. طيب شو رأيكم يا جماعة بالسؤال تبعه؟ مهندس سيف شو رأيك؟ مهندس سيف سامعنا؟ طيب أول شيء خلينا نحكي عن نعم. ممكن أنا أرد على السؤال؟ تفضل. هلا بشكل عام أكيد إذا عم تربط دولي بدولي أو دول بدول، مثل عندنا مثلا الشرق الأوسط مربوط بأوروبا مربوط بأمريكا بالأوبتيكال فايبر، راح يلزمك تردد عالي كتير، لأنه حجم الداتا اللي عم ينتقل كتير عالي. يعني أنت مش عم تربط مجموعة منطقة سكنية وبس، عم تربط دول ببعض، عشان هيك بدك ترددات عالي جدا، لأنه في حجم بيانات كمان عالي جدا. هيك بتوقع الإجابة. تمام مهندس سيف سامعنا؟ طيب مهندس ماجد، أول شيء بخصوص الماستر، خلينا نبلش سؤال سؤال بخصوص الماستر. أنت حكيت حاب إنك، أو خلينا نحكي إنك مش عارف شو وين تروح، صح ولا لا؟ أو شو تتخصص بالضبط؟ أنا صراحة اشتغلت في الفايبر حبيته، بس أنا حاب أكسب خبرة مثلا في الأبراج في الشغلات هاي أكتر. اشتغلت بالويرلس؟ السوق طالبه، شو أكتر إشي السوق طالبه هسا حاليا وفي المستقبل؟ أيوة، أنت حاليا اشتغلت مع سب كونتراكت، أنت من الأردن صح؟ من الأردن. يا أهلا. طيب اشتغلت معناها مع سب كونتراكت، اشتغلت بالويرلس. حاليا أكثر إشي مطلوب، أنا بعرف يعني، أنا حسب خبرتي يعني وحسب الإشي اللي شفته، حاليا مطلوب الفايف جي، يعني خصوصا بصراحة ال مثلا أورنج، شركة أورنج خلال الفترة الماضية كانوا بدوروا على ناس محترفين بالفايف جي، للأسف ما كانوا لاقين حدا أبدا. طب ليش؟ لأنه ما في حدا فعليا شغال على حاله بشكل صحيح وبطور بحاله لحتى انه يعني ياخذ المعلومات هاي، عرفت علي؟ فبيجيبوا ناس من برا حرفيا. تفضل مهندس سعد. مهندس سعد رافع او سعيد، يا جمال كيفك؟ الحمد لله تمام يا أهلا. هسه جمالة، بس بدي أسأل سؤال، يعني هي برات الموضوع، برات الموضوع. هلا أنا طالب جامعة سنة ثالثة، يعني بدي أبلش بالأساسات. يعني أول شيء إيش بدي أبلش أنا؟ يعني أول خطوة، يعني منين بدي أبدأ أنا؟ منين بدي أبدأ؟ الويرلس أول شيء، الويرلس. أيوة ياسا جمالة. هلا أنا حاليا يعني ما عندي خبرة، يعني حتى مبتدئ ما في عندي خبرة. شوف بصراحة أهم إشي الويرلس رح يعرفك على كل إشي بالاتصالات، تمام؟ بعدين رح تدخل بالفايبر والمايكروويف. أيوة. طيب البداية بالبداية يعني لما تقول يعني بدي أبلش من الصفر، يعني أهم إشي الويرلس زي ما خبرتك. أيوة ويرلس، بعدين فايبر، بعدين مايكروويف إن شاء الله. تمام إن شاء الله، سيعطيك العافية. هذا الناس يا أهلا. مهندس سيف معنا؟ ما معك مهندس، المعذرة والله. طيب في سؤال حلو سألنا يا مهندس ماجد، تمام؟ نعم. ما بعرف إذا سمعت ولا لا. لا والله ما سمعت. طيب مهندس ماجد معلش تعيد سؤالك. تمام مهندس، موضوع الباندويث خصوصا في الـ FTTH، يعني أنت بتوصل بيوت، فأنت قاعد تستخدم هير بحدود 230 تيرا ل 229 تيرا. احنا في اللاين اوف سايت
في المايكروويف حلو، بنستخدم 100 جيجا، بنستعمل منهم من 30 ل 80 جيجا، بنرسل فيهم البيانات، والباقي بيكون الباور اللي بحفظ الإشارة من التشتت والتوهين يعني، والشغلات اللي زي هيك. فليش مستعملين الهيرت صوت كثير عالي؟ ليش ما يكون مثلا النظام أقل شوي؟ يعني مش عارف صراحة. تمام تمام. هسا في شغلة مهمة مهندس لازم يعني نفهمها فيما يتعلق بموضوع الترددات، إنه في ترددات معينة أنا بشتغل عليها اللي هي الأوبريتنج فريكوانسي، وفي ترددات معينة أنا بنقلها. فلما أحكي دائما أنا بالتيرا هيرتز كسرعات، أنا هنا قاعد أنقل. يعني إحنا بالعادة في عالم الوايرلس وين بنستخدم الفايبر، يعني الفايبر أوبتيكال وين بنستخدمها كألياف ضوئية؟ بالعادة بنستخدمها في جزئية الترانزميشن. انت بتعرف دائما اللي بنحكي دائما الوايرلس اوت دور، التغطيه الخارجيه الابراج الموزعه. بالعاده لما انا استخدم عمليات النقل من برج الى برج الى الكور، بعتمد على ترانسميشن لاين اللي هو بالعاده اما بيكون مايكروويف بترددات اللي انت بتعرفها، او بيكون الفايبر كيبل. فلما نحكي دائما الترددات العاليه هي يعني احنا بعباره او بطريقه اخرى احنا بننوه لعمليه سرعه النقل. وصلت الفكره؟ سرعه النقل من والى، هاي هي اللي بتوفرها الفايبر كيبل اللي هي مثلا ممكن الترددات اللي انت بتلفت انتباهك انه هي طب عالية جدا، هي قضية طريقة النقل فيها. يعني ممكن انه يكون مثلا التردد المستعمل اقل من هيك. طبعا ممكن، انت بتعرف زي ما حكت المهندس جمال الان، التعويل الاساسي بالاوبتيكال فايبر نتورك بيكون بما يتعلق في جزئية الويف لينكث. يعني احنا دائما في عالم الوايرلس دائما بنحكي هيرتز وترددات، لكن احنا هنا تطرقنا في موضوع الفايبر كيبل او الاوبتيكال فايبر في موضوع الويف لينكث. تمام. الان قضية انه انا بالنسبة لي انا بدي استخدم الفايبر كيبل بس لموضوع الـ FTTX بشكل عام، لا، انا بحكي لك هاي جزئية من الفايبر كيبل. انا هسه حاليا التعويل على الفايبر انه هو يساعدني فيما يتعلق في تجهيز التواصل الابراج عن بعضها وعمليه تواصل الابراج مع الكور. فلما احكي لك بالتيرا هيرتز، انا هون قاعد اقول لك كم يعني كم بيتس بير سكند عم نقول لي في يعني بما يتعلق في هاي الجزئيه، اذا جاز لنا التعبير في توضيح هاي المساله. وصلت الفكره اخوي؟ وصلت الفكرة. يعني عرفت كيف هي هيك هاي الجزئية، انه بتكون المناطق غير يعني ما في لاين اوف سايد ويرلس بينها، فبنستخدم الاوبتيكال فايبر. مش شرط هسه في بعض، صح كلامك هو، بس مش شرط اساسي. شرط اساسي انه انا دائما بالتغطية في شغلي في الاوت دور كفرج وهاي الامور، انا دائما بحول على الفايبر اكثر مع انه تكلفته اعلى. انت المايكروويف بس انت بتركب يعني ما بعرف، خلينا نحكي هيك في لغه المهندسين الفنيين، انت بتركب هالطبلات وبتوجههم لبعض وبخلص بتمشي موضوعك. لكن لما تحكي على الفايبر كيبل انت بدك تحفر، وحتى سعر الفايبر كثير مكلف. بس انا بحبذ دائما، مش انا لحالي، اللي شغالين بالفيلد دائما بحبذوا موضوع الفايبر كيبل، لانه هو عمليه اللوسس في اقل، ما بتاثر بالوذر زي ما انت عارف، جوده الاشاره بتضل ممتازه. لكن المايكروويف ممكن اضطر، يعني انت بتلاحظ الابراج ما بتلاقي برج يخلو من طبله، ما في. ليش؟ طب ليش بعدكم مش متخلين عن المايكروويف؟ لانه زي ما حكيت في مناطق انت جغرافيه معينه زي الجبال والمناطق اللي الوعرة فيها إشكالية في تمديد الفايبر، فبقول لك يا عمي خلينا نمدد إيش؟ خلينا نمدد مايكروويف. وكمان اللي حكيته أنت إنه فعلياً مثلاً قضية إنه برج مش شايف برج، ما في line of sight بين هذا البرج وبرج ثاني، فهون أنا مضطر للفايبر. فبتحس إنه العلاقة ما بين الفايبر والمايكروويف هي علاقة تكاملية، لأنه لحد الآن تخيل إحنا قديش قاعدين نتطور وكلنا نتجه لل 5G، بس لحد الآن أنت بتحس إنه شبكة الميكرويف ما زالت موجودة لأنه في حاجة لها، فبتحس إنه العلاقة تكاملية ما بين الثنتين. وصلت الفكرة مهندس؟ وصلت الفكرة. أنا صراحة مهندس بحب إنه الفايبر بحسه أأمن حتى في الاتصال، يعني حتى إنه أشترك أنا 5G ولا أشترك فايبر، أنا بفضل إنه أشترك فايبر
بكون أفضل هيك أأمن حتى نفسيا، بتحس إنه الهيرتز اللي بفوت عليه. مهندس قصدك كإنترنت يعني بشيء؟ كإنترنت وكشو اسمه كإشارة فوت على يعني ترددات يعني صح عامل. صح كلامك يعني كلامك إلى حد ما صحيح، هو إلى حد ما صحيح للمرحلة اللي إحنا عايشين فيها حاليا بتطبيق الـ 5G، ولكن إذا إحنا انتقلنا للـ 5G لما نحكي إحنا بنسميه دائما اللي هو الستاند ألون اللي هو الـ 5G الفعلي، هسا كل الـ 5G اللي عم بتطبق حواليك يعني ما بين نان ستاند ألون، يعني هو بيعتمد على شبكات الـ 4G تمام؟ وأتوقع السعودية والإمارات عم بتكون رائدة في موضوع الستاندينج ألون، عم بتطبق إنه بتصنع يعني بتسوي كور نتورك خاصة بالـ 5G. فلما نحكي من هون لتقريبا يعني 7-8 سنوات قادمات يتم تطبيق الـ 5G الفعلي اللي هو ستاند ألون، بتخيل طبعا ما في غنى عن الفايبر فيه، بس كشبكة 5G يعني إذا اشتري راوتر واي فاي كـ 5G بتخيل راح يكون يعني سرعته فائقة جدا، وبالعكس يعني حيكون أفضل بكثير. ولكن مهندس بديك ما تفصل بين شغلتين، يعني ما تفصل ما بين كموبايل جينيريشن لما أحكي عن 4G 5G وموضوع الفايبر، يعني في كثير بعض المهندسين بخلط، لا الـ 5G لازم يعتمد على الفايبر، ما بزبطش الـ 5G عم بحكي عن أنا هسه لما بحكي لك عن 5G أنا ما بتوقع وقت الورشة بسع، بس إن شاء الله الورشة القادمة ان شاء الله بترتب لكم ان شاء الله يعني ورشه عن 5G. ال 5G مهندس عم تحكي عن ترددات بالمليمتر ويف بال 27 جيجا و 29 جيجا واكثر، ترددات عاليه جدا فتعطيك سرعات عاليه وباندوث عالي، فما بقدر انا بصراحه استخدم إشي غير الفايبر عشان ينقل لي هاي الحجم الضخم من الداتا للكور. انت عارف اي عمليه بروسيسنج لازم تروح من الجهاز للكور، فعمليه النقل لازم تكون سرعه عاليه جدا عشان يكون اقل تاخير. وصلت يا مهندس؟ فما تتوقع موضوع الفايبر انه يعني خلينا نقول مفصول عن الوايرلس، لا لا هو مش مفصول، هو ما دائما عشان تكون انت شامل الموضوع دائما يعني خلي في بالك انه في عمليه تكامليه، يعني انا مستحيل اطبق 5G من دون فايبر كيبل لانه هاي البيانات بدها تنتقل، مين بده ينقلها؟ مايكرويف في مشكله. يعني أنا بحكي لك ليش مشكلة مهندس؟ أنا بحكي لك لما أحكي لك الـ 5G stand alone بدها تكون في سيارة بدون ذاتية القيادة، بدها تكون سايقة لحالها، فهاي أي تأخير بيعمل حادث. أنا موضوع الـ stand alone فهمه مزبوط، أنا لأنه اشتغلت فيها فمنطقة واحدة، فكنت شغال في شركة أمنية تمام؟ فإجا عندي مهندس اتصالات كنت شغال عندهم جوا في الشركة في الشبكة، فبقول لي في عنا 5G ومش 5G، قلت له 5G stand alone ما في، قال لي في، قلت له يا زلمة كيف في، قال لي في غلطنا مرة واشترينا النظام عشان نجرب السرعة، قلت له طيب ماشي وين النظام؟ قال موجود في الشركة، قلت له طيب إيش بك؟ شبكة السرعة 2 جيجا ونص، حملت فيديو 10 ساعات حلو نزل بثانيتين راحت الباقة، هي على كل صح. حال راحت الباقة بس انه مش طبيعي السرعة. يا سلام يا سلام، هاي شوف تخيل مهندس، هاي انت لانك يوزر واحد شابك عليه، فانت بتعرف كمان اذا كثرت عدد اليوزرز بدت تعمل داون جريد للسرعة، بدت تنزل السرعة شوي. فممكن مهندس ممكن يعني شوف مهندس حتى موضوع النان ستاند الون مش عاطل، يعني مش إشي ضعيف، انت بتحكي عن انا بستخدم ترددات ال 5G نفسها، هي نفسها ال 5G راح استخدمها، بس قضيه الكنترول وقضيه البروسيسنج من شبكات ال 4G. فحتى يعني ممكن انا بالنسبه لي كاردن وامنية ممكن تكون شغال نان ستاند الون، يعني تخيل هذا انت اللي قلت لي عنه المثال ممكن يشتغل نان ستاند الون، فانت لما بالضبط يعني بالضبط مكلف جدا مهندس. هو ليش مهندس هسه يعني ليش هسه موضوع انه كل فتره معينه او حقبه معينه بصير في امبلمنتيشن بيقعد تقريبا يعني 10 سنين او اقل او اكثر، موضوع كثير مكلف. بعدين بتحكي عن 5G حيصير له نوع من شكل آخر من البنية التحتية، يعني البرج هو نفسه برج بس بدك تركب أشياء عليه، يعني أنت بتعرف بجوز مهندس البي بي يو نفسها اللي هي عقل البرج بدك تطور عليها،
وبدك تطور على الكروت اللي تركبها حتى تفعل التقنية مظبوط. يعني مهندس إلها حسب كثير كبيرة. مظبوط، حتى الامبليفيرات كله كامل. صحيح صحيح. الله يعطيك العافية مهندس. الله يعطيك العافية مهندس سيف على هالإجابة. الله يعطيك ألف عافية مهندس جمان، ولا غنى عنك، الله يعطيك ألف عافية ما شاء الله عليك. طيب مهندس محمد يوسف تفضل. بس أنا كنت عم أحكي إنه في عنا نحن شبكتين، واحدة أرضية واحدة للأبراج. الأرضية يعني الـ FTTH أوقات بيصير لوزز كتير من كابل لكابل، مثلا نبلش سنترال نحن كابل 288 نرجع نكفي 144 نحن ونازلين على 24 لنوصل 12 أو 4 فايبر على الـ FTTH على البيت، عم يصير في لوزز كتير. كيف فينا نحل هالموضوع؟ لأنه بدنا نعمل سبلايسنج بكذا محل. طيب هلا أكيد بتعرف لازم أنتوا تحسبوا هاي اللوسز، ولازم تحطوا أمبليفاير أكيد يعني، أو 3R generation. طيب وفي شغلة بالاتصالات، هلا كان في الـ RRU نحن عم نستعمل عليها الفايبر بالـ 4G، 5G كمان حنستعمل الـ RRU مختلف ولا هي ذاتها؟ لأي فيندر؟ بالابراج يعني كنا نستعمل مع الميكروويف ار ار يو ينوصل على الانتن. ايوه طيب هذا السؤال هذا السؤال راح اتركه للمهندس سيف، لانه ما شاء الله هو السفاح موضوع الار ار يو والبيو هالقصص. مهندس سيف مهندس جمال بحكي لك الـ RRU اللي عندهم هل بيقدر يشبك عليه 5G أو لا؟ لا شابكينه على 4G. حسب الباور طبعا الـ RRU 4G كان عم ياخد تقريبا 6 مليمتر، هلا أنا بعد اطلاع عم ياخدوا 50 أو 70 مليمتر للباور، حجم الكابل قصدي. والله مهندس عشان أنا أريحك بشكل كامل يعني ك ك ك كمعلومة عامة مهندس، حسب الموديل تبع الـ RRU يعني ما فيك تحدد. يعني هسا وأنا وياك قاعدين نحكي مع بعض وعم نسوي ورشة، في ناس بالصين قاعدين ما يناموا الليل هم يصنعوا أشياء جديدة، فالمشكلة بالسوق الاتصالات ما بتقدر تحذر عليه. زمان كنا نقول كل RRU بدعم تقنية واحدة، هسا من جديد صار كل RRU يدعم أكثر من تقنية. كنا نقول زمان انه المناسب الكيبل كسايز انه للار ار يو مثلا على حسب مثلا 35 متر طول البرج بنستخدم له 7 اوفر 8 مثلا كحجم. بس هسه مثلا هسه انا وياك بنحكي هذا الحكي بصراحه ما بنعرف هسه شو قاعدين يصنعوا، فصعب نقدر نحذر على هاي الامور مهندس. يعني هاي الامور صعب تضبط لانه بتحكي عن سوق انت. هاي المحل اللي بلش فيه الفايف جي هلا نحن بلبنان بعد ما بلش، انتو شو عم تستخدموا تقنيات هذه اللي عم سؤالي قصدي تقنيات وين بالضبط؟ يعني على الابراج هسه هو يعني الفايف هسه مهندس انا بحكي لك قاعد بشكل عام، دول شرق اوسط استثني قطر السعودية الامارات والكويت والبحرين شوية ماشيين بخطوة حلوة، استثنيهم مثلا بتحكي عن نان ستاندالون، يعني بتحكي عن تطبيق 5G بس مش 5G كامل، يعني مش الستيج اللي بتظهر فيه التقنيات كاملة. عرفت علي مهندس؟ يعني بتطلع على برج عندنا بالأردن مثلا، أجيب لك مثال، بتطلع على البرج بتشوف الـ AAU، يعني بتشوف السمارت أنتنة اللي بدعم الـ 5G، لكن هل هو حقيقة السمارت أنتنة اللي أنا قاعد بدي أشغل عليه مصنع فيه فوق 100,000 روبوت ويدعم لي ويأمن لي الكونكشن عليهم كلهم؟ لا، لحد الآن ما وصلنا لهذا الجزء. فقضية الـ 5G هم تطبيقات الـ 5G اللي إحنا دائماً بنحكي عنهم، هم أشياء الستاندالون، يعني تطبيقات تقنيات خاصة بالستاندالون. إنه الستاندالون بيوفر لك سرعات عالية، بقدر احكي لك انه بوفر لك سرعات عاليه خياليه اكثر من الـ 4G بكثير، بس اكثر من هيك ما بقدر اقول لك.
نحن كنا نستخدم بلبنان اليو 900 وال على اونتين دوبل باند. صحيح، ما هو بيصير، ما هو في انواع هسه هو فتره الانتنات كلها الهوائيات الجديده كلها ملتي باند، ما فيش، فما هسه صعب تلاقي انت يعني ما صعب تلاقي انتين بدعم لك بس مثلا 4G او 2G، لا بتلاقي نفس الانتين بدعم لك 2G و3G و4G و4G بلس كمان، بس 5G ما بدعم لك، بدك 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 لا. جهاز انتين جديد. بدي يتغير كل الانتنات يعني هسه. طبعا طبعا مهندس. طيب ماشي تمام، يعطيكم الف عافيه يا رب. طبعا انا حابه اشكر كمان فرح من اي تريبل اي كومسوك على تنظيم معنا بهذا بهاي الورشه. ف احنا اليوم وصلنا لنهايه ورشتنا. تفضل المهندس محمد ربيع اذا حاب تحكي اي شيء. احنا خلصنا. الله يعطيك العافيه مهندس جمانة، يعطيك العافيه مهندس سيف، يعطيك العافيه جميع، شكرا لكم على حضوركم معنا هاي الورشه. وان شاء الله تكونوا تعلمتوا شيء جديد بالاوبتيكال فايبر. خلينا نقول الاساسيات مثل ما كان عنوان الورشه. وان شاء الله راح ابعث لكم روابط على الجروب اللي دخلتوا منه بماي كوميونيكيشن اكاديمي، ورابط وفي كمان رابط للكورس الكامل اللي هو اوبتيكال فايبر ترانسميشن. وان شاء الله هيك اشوفكم كلاتكم باعلى المراتب. الله يعطيكم العافيه.